اي شيء يصير بلغوا النجده، لان ترى النجده ما تقدر تشتغل اذا انتم وياها، اذا مو انتم عينها، صحيح ولا غلط؟ صحيح. فانت لو مبلغين النجده بنفس اللحظه يقطعون الطريق يشيكون يا تك تك تطلع يوقفوا قبل تتصل بالنجده، النجده دوريت النجده تجي تتخذ اجراء. بالشرق بس انت هسه شو مسوي؟ انت هسه الطلب مقدم ايش وقت؟ ورا كم يوم؟ اليوم. هي الحادثه ايش وقت؟ يوم الجمعه بالليل بس ما في دوام. اليوم شنو؟ جاوبني اليوم شنو؟ اليوم احد. احد. المفروض شو تسوي انت؟ نفس اليوم تروح تسجل دعوه يم المكافحه، شو تسوون؟ يكتبون للسيد قاضي خفر، راح يعطيهم امر. لا لا لا، ما رايح الدليل. سيد انا رحت بس هيك رحت. انتم كلكم تشتغلون بالتكاتك؟ كل احنا نشتغل تكاتك. كلكم؟ كلكم. اريد اسالكم سؤال. انا مبدئيا يعني مع يعني دائما مع الفقير. نعم. الناس البسطاء انه تلتقط رزقها بهاي الوسيله اللي هي التيك توك. بس اكو بعض التصرفات جاي تشوفوها اكو يعني مثلا اليوم انا اليوم العصر كنت بمنطقه السيديه. نعم. مطالب من اهالي السيديه انه التيك توك ما تطب لهم. اسمعني اسمعني احنا تجينا كراوي اسمعني 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 مطالبهم هم من القوات الامنيه كنا احنا مسويين جلسه ويا المواطنين. نعم. مطالبهم انه التيك توك ما تطب، ليش؟ لان بعض اصحاب التكاتك عكسوا صوره سيئه عنكم. انتم بيكم ابناء عوائل واكو ناس يعني كل مكان بي، بس انتم قضيه الناس السيئين اللي صعدوا تكاتك هواي سووا سمعه كلها مو اختلفوا على العالم كلها. صحيح اصابعك مو كلها سووا يعني تمام اوكي انا وياك، بس انتم شلون تمام انتم كمجموعه جماعه تكاتك شلون تسمحون الواحد يشوي سمعتكم بالمنطقه؟ عاد انا ما اقدر انا ليش بتبل... تمام أنا اذا يسوي فد شغلات غلط بالتيك توك لازم تبلغون عليه سيدي. بس سمحوا له اسمعني حتى لا ياخذ انت اسمح لي. نعم. اذا يسوي شيء غلط بالتيك توك المفروض ما تسمحوا له تبلغون عنه. واحد، اذا يتعامل بالحبوب المخدره والكريستال وهاي السوالف تبلغون عنه. اذا يتعامل بالسرقات انتم تعرفوهم واحد واحد. صح ولا غلط؟ احنا نابل اشاره. اسمع لا لا دقيقه، هسه انا اقول لك فلان ابو تيك توك بفلان منطقه بمنطقتك اللي انت تشتغل بها او بمنطقتك اللي ساكن تعرفها انه صالح لو مصالح. صح؟ ليش ما تبلغون على المصالح؟ صحيح. هسه ان شاء الله واحده سيدك تاع كلامه بخير. عشاير عشاير تمام انا احل لك. اسمعني اسمعني، تتصل على 130 مجهول مجهول. ايه. رقمك ماكو ما موجود. 130 130 هذا رقم مال الوزاره. تجي تبلغ وتحكي هذا الحكي. بلغنا مثلا راح يروح هذا مثلا على المخابرات يطلعون الرقم له. ما طب اخي هاي اسمعني بابا حبيبي اسمعني اسمعني اسمعني، هذا الرقم راح يكون طيل كتمان ما حد يعرف، وصارت عده حالات الناس تعاونت ويانا وقدرنا نسيطر على هاي الحالات. اما انتم هسه تعرفوهم واحد واحد، هسه لا تقول لي انا ابو تيك توك بحي العامل انتم تشتغلون بالتكاتك وتعرفون انه هو سيء، ما تعرفون هذا سيء، تعرف شخص شخص سيء يعني كريستال حبوب مخدره هذه سوالف. صحيح هواي امور. صحيح موجودين هواي. لاحظ احنا مثلا اذا يجي واحد هنا يطبق واحنا نعرفه قبل نطلع منه ما نخليه يوقف يعني ليش؟ لان واحد يعرف الثاني فهذا العبر مو راح هذا مكان ما هذا يعكس الصوره سيئه عنكم. انتم كان المفروض شو تسوون؟ تبلغون عليه وتقولون يابا هذا احنا ببالنا كانت ببالنا احنا سالفه العشائر من هاي السالفه احنا نخاف. واحد 130 او 911 دن الارقام تخابر ما حد له علاقه بك ولا حد هذه كلش كلش ما عليه. شو تسوي؟ تجي تروح الضابط المركز الشرطه تقول لهم هيدا شوف ضابط الاستخبارات. أي. تمام راح تجي راح يساعدوك كم ضابط استخبارات يقعدوك كم ضابط استخبارات راح تقعد يمه تقول له انا مواطن اريد ابلغ عن حاله اريد اوصل لك اياه واروح لا اصير بالصوره ولا لي علاقه. هو راح ياخذ المعلومه منك يكتبها ويقول لك الله وياك. أي. غير هاي ما يسوي لك. تمام صحيح. صح لو غلط صح مضبوط سيدي. نعم. سمعت شو حكيت وياهم؟ هذا الموضوع احنا دائما نحكي وياهم اخوانا ذول هم كسبه ويشتغلون اكو مشاكل يعني هو يجي يرمي التيك توك ويخليها باي مكان هو وهذا مو صحيح. اثنين احنا مخبريهم هاي دوريه النجده مخليها بالتقاطع مالت البيع يعني هو هذا عملهم هنا كل المناطق اللي يشتغلون بيها شلون قراجات محل عمل مالتهم هم دوريات واذا ماكو دوريات محل مرابط اكو تجوال من خلالكم احنا نلقي القبض عليهم. هو مره ما يخبر لين يقول يصيرون عشائر وياه ومره يروح تنسرق ورا يومين اللي يخبر. هذا الموضوع ساعدوا ويانا حتى نقدم لكم فشيء وهذا واجبنا زين وانتم اخواننا وابنائنا. هم العوائل هم ذول اللي تبلغون عنهم هم العوائل يعني يتعاطى كريستال وهذه ياخذوه يعالجوه ويرجعوه شو حيسوي له؟ ما شاء الله يعني النجده هم ما مقصرين يعني احنا بالاشاره نوقف يساعدونا تك تك تنحجز. المفروض انتم شو تسوون؟ انتم تعاونوا القوات الامنيه شو تسوون؟ تبلغون عن ذول السيئين تمام؟ يلا احنا نشكركم وبارك الله بكم وان شاء الله ايضا احنا هسه راح اخذ تليفونك. نعم. راح اتصل بالاخوان من المكافحه هم اللي يقدر نسوي ما نقصر بيه. الله وان شاء الله ايضا السيد مدير النجده سمع مناشدتك. نعم. سيدي يحتاجون ايضا تكثيف الدوريات هنا. نعم احنا راح نسمعنا من عندهم وراح نركز على الدوريات اللي محل عملهم وين يكون هم زين صباح مناطقكم وين؟ البوق مو بالمناطق احنا نشتغل بها. اعرف انا هنا تكتك عايفها من الصبح جيتها بالليل
ساعد عندي ضرب بالمستشفى بروح. شلون تعفو وتروح؟ كلها جماعتي. ورطت نفسك؟ لا عادي، انا كلها جماعتي يشتغلون من الصبح لليل. شوية انت جنابه قلت هسه دقائق واقفه هنا راح يسرقوها، هسه هالمره تقول عفت الليل. ما يخالف، احنا نتعاون وياكم، ناخذ ارقام مالتكم، تتعاونون ويانا على الموضوع. وان شاء الله. العالم اكو ناس تتصرف يعني العفو بروحونه. نعم. تتجاوز على العالم بالشارع، ما تحترم الشارع. تفوت بنيه اكو ناس يتحرشون بيها. يفوت واحد ابو السياره رجال كبير يتجاوزون عليه يغلطون عليه وما يمشي سرعه. الهورنات هاي الصوت مال الهورنات الضريه كلها بالشوارع رايحه جايه تكاتك الرونك سايد هاي عكس اتجاه السير ابيها مشاكل وبيها حوادث مروريه زين وبالتالي انت بدك تشتغل جيب عائلتك فشي تروح تجي رونك سايد ليش عالم قاعد تحكي عليكم لا سمح الله ما نريد احنا هذا الشيء ما تقول بالعالم تقول لك اصعد بالتيك توك زين وبني الناس بقت ترجع على التاكسي بسبب بعض التصرفات من اخوانكم اللي هم وياكم.